تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضاري الثالث بمستوى غانم من وضح النشاط عصابة أشرار مختصة في تزوير واستعمال المزور في العملة الوطنية، تتكون من شخصين تتراوح أعمارهما بين 20 سنة و 41 سنة ينحدرون من ولاية مستوى غانم. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2020، وبناء على شكوى رسمية تقدم بها أحد الضحايا مفادها تلقيه ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار من أحد الزبائن. عليه تحركت الضبطية القضائية وفتحت تحقيقا قضائيا في هذا الشأن لتتمكن من التعرف على هوية المشتبه فيه الرئيسي للعصابة الذي تم توقيفه بتاريخ 20 أفريل 2020 بمقر سكناه بعد الحصول على إذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستوى غانم. تم توقيف المشتبه فيه الثاني بالقرب من مقر سكن المشتبه فيه الرئيسي عن التهم طرح أوراق نقدية مزورة للتداول ذات السعر القانوني. التزوير واستعمال المزور مع العود تم إنجاز ملف إجراء قضائي أحيل بموجبه السري في الذكر أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستوى غانم.